انقطع الواير، عطلت المولدة، انفجرت المحولة، صعد الامبير. سيمفونية تعود المواطن على سماحها بكل صيف. قبل 2010 الحكومة علقت على أزمة الكهرباء هي شماعة بسبب الإرهاب واستهداف الأبراج، وبعدها ذبوا الصوج برأس التنافس المو شريف بين سيمنز الألمانية والكتريك الأميركية. وبعد فترة طويلة من هذا كله اجى الغاز الإيراني واقتحم المشهد. إيران تصيح نطلبكم وراح نقطع الغاز، والحكومة تقول راح نحرق المصاحب ونتخلص من الاستيراد. وهاي القوانة خلت أحلام المواطن المسكين تموع أسرع من ربع قالب الثلج اللي صار ضيف دائم ببيوت العراقيين، وبالوقت نفسه اللي معامل الثلج انغلقت بأغلب دول العالم من بداية الألفية، حتى في مصر هاي الدولة الفقيرة اللي صارت تنعم بالكهرباء. وبالعراق حسب ما يقولون أكو إقبالهم صار هسه بهذا الوقت على المهفة والتنكة مع قرب تموز اللاهب. وأريد أخذكم شوية حسبة بس شوية ساخنة وسخونة الحر، حسبة بسيطة يا حكومتنا الرشيدة. إذا كل مواطن يسحب 3 أمبيرات وخلي نقول سعر الأمبير 5000 ونضربهم ب10 ملايين عائلة من أصل 40 مواطن، يعني شهرياً 1.5 مليار بالسنة الوحدة، يعني 12 شهر 18 مليار دينار عراقي. زين، ونضيف لها شهرياً قاس تنطون للمولدات 500 مليون على مدار السنة، هاي 6 مليارات، ونحسبهن مع 18 الأمبيرات قلنا جد تصير سنوياً نخسر 24 مليار. ومن 2003 العام الحالي 2024 خسرنا أكثر من 500 مليار دينار، ونضيف لهن فسادكم اللي وصل إلى 100 مليار، يعني خسارتنا أكثر من 600 مليار دينار عراقي. زين، هذا الحكي الحقيقي اللي نريد نسولفه وياكم، فلا شوية حرون زايد لأن هي هاي الحقيقة. فيا ناس يا عالم ترش ما نحكي ماكو فايدة إلا واحد شريف وطني يجيب لنا الوطنية.